رياضة، من هو اللاعب صاحب أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2022 بست دقايق واتناشر ثانية؟ ميسي. انت قلتي رونالدو وبعدين ميسي. لا لا ميسي. عايز اريحك، الاثنين غلط. اجابة خاطئة. كويس انك عارفاهم طبعا، خدت الاثنين اللي انت تعرفيهم. مشكلة دي والله يا ريم، هنعمل ايه في المشكلة دي؟ دوس على البازر. لا مش عارفة اهبد. محمد صلاح. محمد صلاح يا ريم. محمد صلاح يا ريم. ليفربول كسبت رينجرز 7-1 ومحمد صلاح سجل الرابع والخامس والسادس في 6 دقايق و12 ثانية. دي معلومة بغض النظر عن الكرة لازم تبقوا عارفينها. أنا أصلاً يعني نسيت أن محمد صلاح بيلعب في ليفربول أصلاً. سؤال سهل وطار.